القرية الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أينما كنتم، طبتم طاب جاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم الخير. في هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى نستمع أنا وإياكم لأخطر أنواع السحر، ولماذا تدفن الأعمال في المقابر، وكيف يتم التعامل معها. أحبابي الكرام، رغم التحذير القرآن الكريم من السحرة والدجالين والمشعوذين، والعلماء يحذرون من ذلك والرقاة يحذرون من ذلك، إلى أن هناك بعض من أصحاب النفوس الضعيفة قليلة الإيمان يستمرون في ضلالهم وأعمال السحر والشيطان، ويؤذون غيرهم من البشر لخلاف بينهم أو من باب الحسد أو الغيرة. فالشفاء من الأمراض المستعصية وجلب الحبيب والتفريق بين الرجل والزوجة وتعطيل الدراسة والتفوق أو بالعقم للزوجين، فهذه كل من الأعمال السفلية، وبعضها لطلب المحبة والزواج من شخص وغيرها. هكذا سعى العديد لإيذاء أقرب الناس إليه، نسأل الله الثبات، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم لك الحمد. واستخدموا المقابر لدفن أعمالهم السفلية الخبيثة لكي يؤذون الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأحبابي الكرام، السحر المدفون في القبر أو في أطراف القبر هو أخطر أنواع السحر، لأن الجن تتم السيطرة عليه بقوة من قبل الساحر إذا دفن في قبر، لأن الجن لا يحب المقابر لكونها تتمنى الخلود. فعندما يجعل السحر في القبر فإن الجان يفعل ما يأمر به الساحر خوفا من الموت، لأن أصل الجن يخاف كثير. بحسب أحد مدعي فك الأعمال السحرية والذي قال هذا الكلام، يدعى لا فائدة في ذكر اسمه حتى يبحث الناس عليه، ربما يستمع من هو مريض أو كذا أو كذا فيمرض كثير. ونتيجة لانتشار هذه الظاهرة دشن شباب عدد من القرى المختلفة مبادرات تسمى لنطهر مقابرنا، وهذه نراها كثيرا بفضل الله تعالى، جزا الله خير الشباب. فأعراض أحبابي الكرام، أعراض هذا السحر هي خطيرة جدا، نسأل الله الثبات والعافية. قد ماذا نقول، وقد تؤدي الإنسان إلى الموت، كما نعلم أوراق مدفونة وطلاسم، كما نفذ الشباب وأهالي القرى الذين يبحثون في المقابر ويدفعون المقابر، جزاهم الله خير، أن يجدون نعوذ بالله حتى القرآن دنسوه، حتى القرآن دنسوه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيأتي خوف وقلق وفزع وضيق في الصدور، والذي يرى، نقول بالله التوفيق، والذي يعني يرى أن هذه الأحلام دائما يراها في منامه، فهو دليل على أن عنده سحر مدفون. منها أول شيء أحبابي الكرام هي أن ترى دائما أنك في مكان مهجور، وأنك في بيت مهجور، أو في دار مهجورة، أو أن تشتعل من حولك النار، أو أنك في مقبرة، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كانت أو كنت تظن أن عندك سحر مدفون، فكرر قيام الليل بسورة يوسف 21 يوما، وسيشفيك الله تعالى. أحبكم في الله، والسلام عليكم.